عنده تخلف عقلي او اعاقه جسديه او ما الى هنالك من، بعتبره انه هيدي مشيئه الله وهيدي اراده الله، والله ابتلانا بهذا الموضوع ليختبر صبرنا وايماننا وكل هذا. واذا طلع عندي بالبيت ولد عنده خلل هرموني او خلل جسدي او خلل نفسي صار فيه اللي صار، بدي اعتبره هيدا يجب ان يطبق عليه الحد، ويجب ان يكون منبوذ من المجتمع، ويجب محاربته، ويجب ان ونقول عنه شاذا. يعني استاذ طوني انت تصنف هذا الشيء؟ لست انا من اصنف، من انا اطرح السؤال. انت تطرح السؤال؟ انا اطرح السؤال، انا لا اصنف ولست بمكان لاطلق احكام. انا اليوم سمعت هودي الاولاد، عفوا، انه من عمر 8 سنين خلق بيلبس سكربيني وبيلعب باغراض امه وبيلبس لها فساتينه، هيدا عمره 8 سنين، يعني ولد عمره 8 سنين، هيدا شو بيعرف كان بالدين؟ شو بيعرف بالصح؟ وشو بيعرف بالغلط؟ ومش تركوهن اهلهم، ضربوهن وجلدوهن وربطوهن على الحيطان ليبطلوا هيك. خلق الله الانسان على صورته، ذكرا وانثى خلقه، وقال له اثمروا. فالخلق الطبيعي هو للثمر، وكل عمل لا يأتي بثمر بل يأتي بموت هذا هو الشذوذ. يعني العاقر والعقيم؟ لا لا لا، خليك معي. كيف يعني؟ مش عم بحكي أنا عن الزواج بس، إنه العلاقة جديدة. أثمروا بأي معنى؟ بمعنى إنه خلقهم هذا ذكر وهذه أنثى. طيب، لما الرب، هيدي هي الطبيعة، خلق الإنسان على هذا الأساس، ذكر وأنثى، ما خلقهم ذكر ذكر أو أنثى أنثى. هلأ الحالات العرضية اللي بتصير مع الإنسان بطبيعة الإنسان بالأجيال اللي إجت، شو صار فيه جنراسيون، شو صار فيها مشاكل، موضوع آخر. عم بحكي أنا مبدأ أساسي، بدنا نحكي واقع، الواقع، ما بدنا نوصل للواقع، نحكي واقع. الشذوذ من أين أتى؟ عندما هذا الفعل كان مخالفا للطبيعة من أساسه، وكل شيء هو مخالف للطبيعة، للرب الخالق السماء والأرض، وضع فيه تكوين مبادئ أساسية، اللي بده يخالف المبادئ الأساسية التي هي الشرع الإلهي فإنه يخرج عن الوضع الطبيعي. هون أطلق عليه شاذ. السرقة والهيدا كله مش شوارع؟ عفوا ما سمعت. عم قلت لأبونا السرقة والقتل. نحن عم نحكي كلمة الرب، وقت اللي بتحكي كلمة الرب بتمنى انك تسمع انه الله سبحانه وتعالى، اسمع بس احكي كلمة الرب وخلص اسمع. ابونا عم ببين انه الله سبحانه وتعالى معذرة، بده يسمع ما يقطشني، انا لما حكي حضرة الشيخ ما قطش. ليه عم تعيط؟ استاذ طوني ربنا نافع كل شيء غلط. لا عفوا عفوا لحضرتك، انه الله سبحانه وتعالى خلق الانسان في احسن تقويم، يعني قومه على اجمل صورة. لما الله عز وجل وضع في الارحام، او بدنا نقول من الاصلاب الى الارحام، وضع الذكور ذكور والإناث إناث. ليش أنتوا ذهبتوا وتحديتوا قدرة الله سبحانه وتعالى بإرادته؟ ما تحدث عن هذا. أنا لي ساعتين عم بسمعوا أنا كلامكم كلكم على راسي. أنت عم بتقول إنه نحن عم نتحدى، يعني كيف عم نتحدى خلقة الله والله هيك خلقنا؟ الله خلق عظمي أعوج، كيف بجلسه؟ الله إذا بدي شيله من حياتي غير موجود، ما بدي أخضع للخالق، بقول مربولوس، لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأنهم عبدوا المخلوق دون الخالق، فاعلين الفحشاء، إناث بإناث، ذكور بذكور، نائلين في أنفسهم جزاء ضلال محق برسالة القديس بولس أهل روما فصل واحد. فإذا لما الإنسان بيترك الرب، بيترك الله الخالق، بقول له انت مش موجود بحياتي. مين قال انه نحن داشين الله؟ ما تقطشني، ما تقطشني انا، احنا مش مدشين الله، بتاكد انا عندي بسينه. اذا انت مهذب ما بتحكي، ما تقطشني انا. ابونا ابونا بتحكيني عن موضوع انا بحكي عن الرب، ما بتهجم عليك على راسي. عندي نقطه بسيطه تسمح لي بعد اذنك. وابونا هن راضيين عن نفسهم هيك كثير؟ وليه حاولتي تتصرف فوق ما تتصرف؟
ولا حاولت تنتحري؟ انت راضية عن حاولت انتحر من ظلم اهلي، ما حاولت انتحر لاني انا. طب ليش اهلك ظلموك؟ ليش ظلموني؟ لانه ما تفهموني، ما تفهموني انه الله خلقني. لانك انت غلط، ما انك صح. انا غلط؟ نعم والله.